السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم وعود حميد للترم الثاني إن شاء الله. نبدأ دلوقتي أحداث القصة، الفصل أو السين أكت 3 سين 5. طبعا كينج لير قصة مميزة جدا، قصة عظيمة، لازم قدر الإمكان نحاول نشوف الأحداث. آخر الأحداث كانت معانا إن الملك لير انطرد وخرج لمكان ببساطة بناته، بناته طبعا قلبوا عليه. الراجل he wanted to pass his kingdom، كان عايز يورث مملكته ل the person who loves him more، للأشخاص أو الفرد اللي بيحبه أكتر. he passed his kingdom to his two daughters، إداهم لبنتين من بناته. but Cordelia sent her away، طردها بره، and she married the king of France، تزوجت من ملك فرنسا. تعالوا نكمل كينج لير وصلت معانا لحد فين ويلا بينا. Act 3 Scene 5. In Gloucester Castle، في قلعة جلوستر. كورنوول انترز، دخل كورنوول with Edmund، ومع إدموند. فكورنوول بيقول listen Edmund، اسمع يا إدموند، I'll have my revenge، هاخد بطاري. before I leave Gloucester's house، قبل ما سيب منزل جلوستر. فإدموند قال له I'm sorry كورنوول، أنا آسف يا كورنوول، because the truth is so sad، لأن الحقيقة حزينة جدا. This is the letter that my father Gloucester told me about، ده الخطاب اللي أبويا قال لي عليه. It proves that he's a spy، يا نهار أبيض، وده بيثبت إن أبويا جاسوس. And that he's writing to the king of France، وأنه الآن يكتب إلى ملك فرنسا. Oh I wish he weren't guilty، أتمنى ألا أبي يكون إيه مذنبا. طبعا ده كلام من وراء قلبه. It's very difficult for me to discover this terrible truth، من الصعب علي أن أكتشف هذه الإيه الحقيقة المؤذية أو المؤلمة. فكورنول طبعا الحاكم اللي هو زوج أحد البنات، We will go and see Regan، تعالى هنروح نشوف مين ريجن. ده كلامه. If the letter is true، لو الخطة أو الخطاب ده طلع صح، You have to work to do to stop him، لازم تعمل حاجة عشان توقفه. If it is true or false، فكورنول قال ايه؟ طبعا إدموند اللي كان بيقول لو الخطاب ده حقيقي لازم تعمل اي حاجة عشان توقفه. فكورنول قال له ايه؟ If it is true or false، والله ده صح او غلط، It has made you next duke of Gloucester، يا ولد. شوف يا جماعة، كورنول ده واعي جدا، عايز يخلي إدموند يكون هو الحاكم الجديد لجلاستر. Find your father، لازم تلاقي ابوك ده الاول. And then we can arrest him، نقدر نقبض عليه في الحال. إدموند تو هيم سيلف بقى عمال يكلم نفسه، يا اف اي فايند هيم، انا لو لقيته هيلبينج ذا كينج، وساعد الملك، كورنول ويل ثينك هي از ايفن مور جالتي، ممكن هيحس ان ابويا اكثر ذنبا. تو كورنول راح لافف الكورنول وقال له ايل كونتينيو تو شو يو ماي لويالتي، ايها الحكيم، ايها الحاكم، سوف اثبت لك اخلاصي الشديد، هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اثبت لك اخلاصي. Although it hurts me to do this to my father، بالرغم من ان ده هيألمني قوي عشان انهزي فيه ابويا. فكورنول قال له ايه؟ I trust you Edmund، انا بثق فيك قوي يا إدموند. And you will find me to be better father than he is، واوعدك ان انا هكون ليك اب احسن منه. وبعد كده الاثنين خرجوا من المشهد. المشهد التالي، Gloucester enters، دخل Gloucester. جلوستر بيقول My friend where is the king، أين الملك؟ واضح جدا أنه بيسأل على الملك وراح له في المكان بتاعه اللي هو الكوخ. فكنت قال له إيه؟ كنت طبعا أنا عرفت أنه مش كنت يا جماعة، هو الشخصية المتخفية في كنت، يعني شخصية in disguise، متنكرة. طبعا كنت انطرد فرجع ده متخفي عشان يفضل قاعد جنب الملك. وقال إيه؟ He is here، إنه هنا سيريا سيدي. But quiet، أرجوك إهدى، He is sleeping، إنه نائم الآن. Gloucester good friend، صديق جيد. I have heard that there is a plan to get rid of him، سمعت ان في خطة عشان يخلصوا منه. There is a carriage، في عربية waiting for you، مستنياكوا برا. Help the king، ارجوك ساعد الملك، ها to get into it، عشان يقعد جوه العربية. To drive to Dover، وتركبوا وتروحوا انتوا كلكم على الدوفر. طبعا الدوفر ديت هي المنطقة القريبة قوي من فرنسا. Where you will find people to help you، هتلاقي هناك ناس تساعدك. Go now، يلا اخرجوا دلوقتي. If you wait half an hour، لو انتوا استنيتوا نص ساعة، You may both be killed، هتتقتلوا انتوا الاثنين. فعشان كده بقول لك اخرج ودخله في العربية دي بسرعة. Follow me، يلا معايا. Kent to Lear،
كنت بتكلم مع الملك لير. You are sleeping now. أيها الملك أنت نائم من الآن. This rest might help you. ممكن الراحة دي تهديك شوية وتساعدك. Although it will be difficult to cure your madness. على الرغم أن أنا عارف أن ده في صعوبة قوي أن يعالج حالة الجنون اللي عندك. To the fool. وراح لافف للمهرج اللي موجود في المكان وقال له Come help me to carry the king. أرجوك تعال ساعدني في حمل الملك. Glister, hurry up, يلا يا شباب بسرعة. We must leave now. لازم نغادر المكان ده وبسرعة حالا. They all exist except Edgar. كلهم خرجوا exit ما عدا مين؟ إدجار الابن. Glister ده ابنك واقف قدامك وطبعا معرفوش لأنه برضو كان in disguise. إدجار بقى بيتكلم بيقول The poor king, his children have done to him what my father has done to me. يا خرب على الجملة دي يا جماعة. أيها الملك المسكين أولادك عملوا معاك اللي أبوك بيعملوا معايا. طردوك أنا أبويا طردني. بيطردوك وأنا أبويا بيطردني. عايزين يقتلوك وأنا أبويا عايز يقتلني. يعني اللي بيحصل معاك أيها الملك بيحصل لي بالظبط. وكلهم خرجوا من الكوخ عشان يبتدوا يركبوا العربية ويروح ناحية الدوفر. إنجلستر كاسل وفي قلعة بقى جلستر القلعة اللي حصل فيها كورنول وريجن وجونيريل وإدموند. أهلا وسهلا. كل واحدة موجودة. كورنول موجودة وريجن البنت وجوزها كورنول جونيريل البنت وإدموند. And the servant enter ودخل بعض الخدم. مجموعة كبيرة جدا موجودة في قلعة جلستر دلوقتي. هو أصلا مش موجود كجلستر لكن هم موجودين جوا القلعة بتاعته. جونيريل send a message to your husband ألباني. يا جونيريل لو سمحتي ابعت رسالة لجوزك ألباني and show him this letter. وري له الخطاب ده. The French army الجيش الفرنسي has arrived in England. وصل لإنجلترا. To the servants للخدم. Find the traitor. لو سمحتم أيها الحراس أوجدوا الخائن. يبقى كلمة traitor اللي هو الخائن اللي هو اسمه جلستر. حاولوا تجيبوا لنا الخائن جلستر. ريجن arrest him. أيوة اقبضوا عليه دلوقتي. Some of the servants exit وبعض الخدم خرجوا. كورنول leave him to me. سيبوه ليا. إدموند stay with جونريل. لو سمحت يا إدموند انت شاب كويس قوي خليك انت هنا مع جونريل. You shouldn't see what we will do to your father. مش لازم تشوف اللي احنا هنعمله في ابوك. The traitor ابوك الخاين. Goodbye my dear جونريل. مع السلامة عزيزتي جونريل. Goodbye إدموند. مع السلامة يا إدموند. The new duke of Gloucester. أيها الحاكم الجديد لجلوستر. طبعا الكلمة دي بتفرح قوي إدموند حتى لو كانت على حساب مين؟ حساب أبوه. أوسوالد الخادم راح داخل. Where is the king? أين الملك؟ The Duke of Gloucester had taken him away. الحقي ده حاكم جلوستر الأب الكبير هو اللي خده بعيد. About 35 of his soldiers ومعاه 35 واحد من جنوده. Have gone with him. They are going to Dover ورايحين ناحية نهر الدوفر المتاخم لحدود فرنسا. Where they say حيث بيقولهم they have some powerful friends. هناك هيلاقهم بعض الأقوياء من الأصدقاء. كورنول get horse for Regan. هات أحصنة بسرعة لريجن. Goodbye إدموند. مع السلامة يا إدموند. جونريل exist with إدموند. جونريل خرجت مع إدموند. And Oswald go and Oswald وكذلك Oswald go and find the traitor Gloucester. اذهبوا جميعا وأحضروا هذا الخائن Gloucester. Bring him. أحضروا to us إلينا like a thief زي اللص أو الحرامي. The other servant exist. ثم خرج جميع الخدم. I can't kill Gloucester. أنا ما أقدرش أقتل Gloucester because I don't have the authority. ما عنديش السلطة. But I can punish him. لكن كل اللي أقدر أعمله إن أنا أعاقبه. And although people wanted like this وبالرغم الناس مش هتحب الكلام ده they can't إلا أنهم they can't stop us. مش هيقدر يوقفونا. Gloucester enters. ثم دخل Gloucester brought him by مجلب أو محضور بواسطة two or three men. ينهر أبيض قبض على Gloucester يا جماعة. قال لهم هاتوا راحوا جايبينه وجايبينه مكبل تمام وشيلوا أو شدوا أو مسكوا اثنين أو ثلاثة من الرجال. Who's there؟ مين هناك؟ Is that the traitor؟ ها هو الخائن Gloucester. فريجن قالت أيوة it's him. إنه هو إنه الخائن. فجونريل قال make him knee. اجعله يركع على ركبتيه in front of me أمامي.
فجلوستر قال What are you doing, good friends? ماذا تفعلون أيها الأصدقاء؟ You are in my house. أنتوا في بيتي. You are in my house. Don't do this. ما تعملوش كده فيا. أنتوا بتعملوا إيه؟ مستغرب جدا. فكورنول قال له إيه؟ Make him kneel. اجعله يركع. I said the servant to make him kneel. وجعله الإيه؟ الخدم يركع على ركبتيه. فريجن قالت إيه؟ You cruel man. أنت رجل قاسي. You have decided. You have deceived your son Edmund. أنت خدعت ابنك حبيبك Edmund. فجلوستر قال إيه؟ You, my lady. أنت يا سيدتي. Are the one who is cruel. أنت الشخصية اللي هنا قاسية جدا. Not me. وليس أنا. ريجن. You are a traitor. أنت راجل خاين. What are you saying? أنت بتقول إيه بالظبط؟ كورنول. What letters have you recently received from France? قل لي يا حج ايه الخطاب اللي انت لسه جاي لك من فرنسا؟ عشان بقى بيواجهه بقى بمصيبته. فريجن قالت ايه؟ Give us your answer. ها رد علينا. We know the truth. احنا عارفين الحقيقة كويس. فكورنول. And what have you planned with the traitors? طب انت كنت بتخطط ايه مع الخاينين اللي زيك who have recently arrived in the kingdom اللي وصلوا لمملكتنا انجلترا؟ فريجن قالت Who have you sent the mad king to? طب قول لي كمان انت بعت الملك المجنون قصدها على ابوها الواطية ها على ابوها king to tell us everything قول لنا كل حاجة هم عاملين يستجوبوا في جلستر جلستر هبتدي يرد بقى Listen اسمعوا I got a letter that explained what is happening انا فعلا جالي خطاب بيحكي لي على اللي بيحصل بالظبط It came from someone جاء من شخص ما Who is neither a friend لا هو صديق نور ان انمي ولا هو عدو يعني ما اعرفش جاي لي منين خطاب بيقول لي ان الفرنسيين على وشك الدخول فالنكت لو عندي دي مش معناها ان هو ان انا براسلهم ده معناها ان في حد بيحذرني فكورنول قالت له كورنول قال له ايه ها ذاتس كليفر صدق حجه حلوه قوي ذكاء منك فريجن قالت ايه اند ان ترو كلامك مش صح كورنول وير هاف يو سنت ذا كينج قول لنا بس انت وديت الملك فين ريجن بيقول Why have you sent him? Why have you sent him to Dover? انت ليه بعته للدوفر؟ ريجن البنت بتقول له كده. Told you not to help him. هو انا مش قلت لك ما تساعدوش؟ لانك لو ساعدته هتبقى خاين. ده كلام ريجن. البنت بتقول له كده. بتقول على مين على ابوها كمان. فكورنوال هي انترابتس ريجن قال لا قطعها كده. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ Why Dover? طب ليه بعته للدوفر بالذات يعني اشمعنى دي؟ Let him answer that first. خليه يرد على السؤال ده الاول. فجلوستر قال له بكل هدوء. Because I didn't want you to see his daughter. I wanted to see Tani. Because I didn't want to see his daughters continue to be so cruel to him. أنا بعدته عشان ما شوفش ولاده أو بناته آسف وهم قاسيين جدا علي كده. فكورنول قالت You will never see that. عمرك ما هتشوف القسوة دي تاني. Pick up sword وراح مطلع السيف بتاعه. Come fight me. تعال وحاربني. جلستر tried to fight. جلستر حاول انه يحارب. But Cornwall hits his face. ضربه على وشه. With his sword بالسيف. جلستر Oh, help me. My eyes. عيناي. فسيرفنت واحد من الخدم واقف. قال له Stop. My lord. Stop now. توقف عن ذلك. طبعا هم كانوا كلهم في قلعة جلستر. ففي واحد من الخدم قال له لو سمحت وقف. وقف اللي انت بتعمله ده. فكورنوال قال Stop. أتوقف never أبدا you can fight me too تعال حاربني أنت كمان فزيرفنت وان قال له إيه very well حاضر هحاربك come on تعال لي they fought and the servant badly once حاربوا بعض والخادم يا جماعة اتصاب بشكل كبير ها من كورنوال ريجن to a soldier للجندي give me your sword أيها الجندي أعطيني إيه سيفك a servant will not fight my husband خادم مش هيتخانق مع جوزي like this زي كده I won't stand for it لن أقف في يدي مكتوفة كده she takes a sword وراح تواخد سيف and killed servant وقتلت هي الخادم فالخادم آخر أنفاس له بيقول I'm going to die الآن أنا أموت he dies ومات Gloucester everything is black الدنيا سودت في وشه خلاص now and I can't see ودلوقتي أنا ما عندش بشوف where is my son أين ابني إدموند أين هو You must take revenge for this terrible thing. يا ابني الغالي عليك أن تأخذ بالثأر من هذا الشيء الفظيع. ريجن قالت له
Don't call for your son Edmund. ما تناديش على ابنك Edmund. He hates you. ابنك أصلا بيكرهك. Edmund told us that you, Edmund اللي قال لنا that you betrayed us, إنك أنت اللي بتخننا يا بنت اللذينة. He will not help you. وابنك ده مش هيساعدك. ابني، ابني قال لكم ان انا اللي خاين، ابني قال لكم ان انا اللي بساعد. يا نهار ابيض ابني. جلستر، oh I have seen so stupid, I have been so stupid. انا كنت غبي قوي. ادجر is the one who should trust. ادجر ابني الثاني الكبير هو اللي لازم اثق فيه، not Edmund وليس Edmund. ريجن ثرو هيم، ريجن ثرو هيم اوت اوف ذا بالاس. يلا يا جماعه ارموه بره القصر الراجل الاعمى ده. And let him find his way to Dover. عشان يجد طريقه للدوفر ويلحب حبيبه وصاحبه اللي هناك. Two servants help the help now blind. اتنين من الخدم help now blind بيساعدهم ايه؟ الأعمى. Gloucester from the stage خرج من خشبة المسرح to Cornwall وبيتحدث مع Cornwall. What's the matter my lord? ماذا يحدث أيها الملك أو أيها الحاكم؟ فكورنول قال I have been hurt. أنا أصبت يا ريجن. ريجن look at this old blood. بصي على الدم ده كله. give me your arm. لو سمحتي ساعديني، أعطيني زراعك لكي أتسند عليه. helps Cornwall off the stage. وساعد كورنول الخروج من حركة من المسرح. they exit. وكلهم خرجوا. وبكده عزيزي الطالب يكون انتهى الجزء الأولاني. تعال نشوف بس مجموعة أسئلة بعد ما نجهز لك إن شاء الله الأسئلة الأقوى منها بأمر الله. شوف الكويشنز الموجودة عندنا. الأسئلة كلها بتعتمد على حاجة اسمها الكريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي. Edmund was evil son. Edmund كان ابن شرير ها، أو شخصية شريرة، traitor أو خائن شرير. Edmund was ungrateful. Edmund كمان كان غير شاكر وغير ممتن to his father، لأبوه. Explain، اشرح. طبعا ده سؤال طويل قوي، الأسئلة بتيجي من الأنماط دي كده. أيوة. Or do you think Edmund was a true son؟ هل هو ابن صح أو ابن حقيقي؟ To Gloucester، للأب Gloucester. Why؟ Or طريقة سؤال تانية. To what extent was Edmund deceitful؟ إلى أي مدى كان خائنا؟ يعني من الآخر يا جماعة عايزك توصف علاقة الابن بابوه في الشابتر دوت أو السين اللي معانا دوت. As he forgot that Gloucester was his father. أيوة شخص خائن لأنه نسي أن ده أبوه. And plotted وتآمر against him and his brother وأخوه كمان to get rid of them عشان يتخلص منهم to be new Duke of Gloucester ليكون الحاكم الجديد لجلاستر. B he told Cornwall وأخبر Cornwall and Regan about the letter عن الخطاب from France اللي جاي من فرنسا to make them think he was a spy عشان يخليهم يعتقد أن أبوهم إيه جاسوس. Why do you think Edmund wanted to get rid of his father and Edgar? طب في اعتقادكم انتم ليه الولد ده بيحاول ان هو يخلص من ابوه ومن Edgar اللي هو اخوه؟ As he was greedy لانه كان طماع. Who loved himself بيحب نفسه قوي. Only and wanted to seize the power ويستحوذ على السلطة. خلاص يبقى to take all his father's money and palace and power. Do you think Gloucester deserved what happened to him? هل تعتقد أن الأب دوت يستحق ها ما حدث له؟ Why? Or do you think Gloucester was a traitor? هل تعتقد أن Gloucester فعلا خاين زي ما الابن اتهم أبوه كده؟ طبعا لا. No he didn't. He loved the king. كان بيحب الملك جدا. And tried to help. وكان بيحاول أن هو يساعده بشكل كبير. What are the similarities between Regan, Cordelia, Goneril, sorry, and Edmund? إيه وجه التشابه بين البنتين اللي هم طرد أبوهم وإدموند دوت؟ What do you think Regan, Goneril, and Edmund have in common? طريقة السؤال تاني، إيه المشترك بينهم؟ التلاتة خاينين، التلاتة عايزين ياخدوا السلطة، التلاتة طردوا أهليهم اللي هو الأب. They were greedy. تلاتة طمعين. Ungrateful. غير ممتنين أو شاكرين. To their fathers. لآبائهم. What are the similarities between Edgar and Cordelia? What do you think Edgar and Cordelia have in common? جي بقى في الجانب الثاني. البنت الجميلة كورديليا اللي انطردت لفرنسا. إيه التشابه بينها وبين إدجر؟ الاثنين يا جماعة مخلصين جدا. الاثنين بيحبهم their fathers. They were loyal to their father. دول كانوا مخلصين. يبقى احنا اتكلمنا على الشقين او الجنبين.
Question number 6. What's your opinion of the Duke of Gloucester? ايه رأيكم يا جماعة في حاكم جلوستر؟ انا اعتقد ان هو رجل طيب جدا لكنه ساذج جدا. He was good man. اه رجل كويس. He loved his sons. بيحب ابناء الذكور. And he was proud of them. وفخور بيهم قوي. But he was fool. لكنه كان احمق. As his son Edmund. لان ابن Edmund deceived him. خدعه. And made him believe that Edgar wanted to kill him. وخلاه يعتقد ان ابنه Edgar عايز يقتله. Question number 7. What do you think Edmund accused his father of? في اعتقاده. What do you think Edmund accused of? اتهم بقى بأبوه ايه؟ هتهمه بالقتل؟ هتهمه اتهمه بالخيانة. طبعا الحاجة الكبيرة. He accused him of being a spy. اتهم والده بانه ايه؟ A spy. جاسوس. To the French عند الفرنسيين. Question number 8. What gains would Edmund get from accusing his father of spying? طب ايه المكاسب اللي هتعود عليك لما تتهم ابوك بحاجه زي دي؟ طبعا الحاجه اللي هتعود عليه to get to be the new duke of Gloucester. الاجابه he would be the new duke of Gloucester. هيكون هو حاكم مقاطعه Gloucester and seized his money ويستحوذ على كل الاموال. Gloucester was oppressed. ظلم. Gloucester اتظلم. How ازاي؟ اتظلم من مين؟ من اقرب الناس ليه. Edmund persuaded Cornwall. اقنع Cornwall that his father was a spy. اقنعه بان هو ان ابوه جاسوس. واقنعه بايه؟ بالجواب اللي كان جاي له. اللي ما يعرفش من عدو ولا من حبيب جواب بيقول ان الفرنساويين على الحدود. ده مش معناه ان انا متآمر. لا بس هو استغل الفكر ده وقال له ان هو بيراسل الفرنسيين. Cornwall made him blind لدرجه ان Cornwall عمى ابوه. Edgar was grateful to his father a lot. Edgar بقى اللي هو الشاب المظلوم كان ممتن جدا وشاكر لأبيه. Yes, because he was sad. لأنه كان زعلان. When he knew that. لما عرف ان Cornwall made him blind خلى أبوه أعمى. دي لسه هتدخلها في فصل الجاي إن شاء الله. He wished he didn't disguise. وكان يأمل أنه لم يكن متنكرا. أدى بيجر كشحات. To help him عشان يساعده. What do you think of Edmund's and Edgar's character? ايه رأيكم في شخصية إدموند الولد اللي هو الشرير وإدجار اللي هو الولد الطيب؟ ها شخصياتهم ايه الفرق بينهم او ايه المميز فيهم؟ قال لك إدجار was liar. إدجار كان مخلص لأبيه. And grateful وشاكر جدا to his father. But Edmund was greedy and ungrateful. شخصيتين متناقضتين جدا لأبيه. Gloucester wasn't a man of state. ليس رجل الحالة أو رجل الدولة. Or Gloucester was not wise. لم يكن حكيما. Or Gloucester was a fool. Do you agree? رجل مش حكيم. رجل أحمق. رجل ما يعتمدش عليه. هل أنتم موافقين؟ في إجابة هنا. قال لك yes. Because he was easy for Edmund to deceive. لأن كان من السهل على Edmund to deceive him أنه يخدعه. أو he trusted Edmund not Edgar. كان بيثق أو في Edmund وليس Edgar. Last question. It proves that he is a spy. ثبت أنه جاسوس. Edmund speaks about his father. كان بيتكلم عن أبوه. Edmund was deceitful. كان مخادعا. When he accused his father. لما اتهم أبوه of being a spy. Do you agree? طبعا رجل مخادع جدا. Yes. He was ungrateful. كان غير شاكر. And greedy وطمع جدا. He was ready to get rid of his father. كان على أتم الاستعداد للتخلص من أبيه. To be the new duke لكي يكون الحاكم الجديد of Gloucester لGloucester. الطمع، الرغبة في السلطة، الاتهام للآخرين، عدم القدرة على الحفاظ على الروابط العائلية والأسرية. ده أدى في النهاية إلى مجموعة كبيرة من المشاكل ومنها الطمع اللي خلى إدموند يقلب على أبوه وخلى البنات يطردوا أبوهم وطبعا ده كله اسمه صراع على السلطة. هنشوف الفصل اللي بعده هيدخل بينا على فين وبكده انتهى الفصل ده على الوضعية دي. ان شاء الله رب العالمين نكمل الفصل الثامن حالا. وإلى اللقاء.